اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وثق في الله الذي ييأس من روح الله عبد لا يعرف الله. الأمور ترجع إلى الله، والمقادير بيد الله، وعاقبة الأمر إلى الله، فإذا كانت العاقبة بيده فلماذا تضجر؟ أعرابي قال له واعظ: ويلك من الله. قال: ومن سيقوم بحسابي بعد موتي؟ قال: الذي سيحاسبك هو الله. قال: أمنا فما عرفنا الخير إلا من الله. ما أجمل أن يعرف العبد ربه فيطمئن، وأن هذا الضيق الذي يأكل قلوب بعض عباد الله إنما هو كيد الشيطان. رجلا خسر في سوق الأسهم ملايين، وكان يأكل تمر ويضحك مع ما جواره، وآخر عشرات الألوف خسر، فكان يأتي للمشايخ: اقرأوا علي، تكاد نفسي أن تخرج، ثم يبكي ويقول اقرأوا، وهذا له ملايين ويأكل تمر وفي السكر، فنقول له: لا تأكل تمر يا المسكين، اللي أعطانا الملايين أخذها، ثم ينتظر منا ماذا نقول؟ حمدناه على أخذها، بردها ربي، والله أني واثق أن الله بردها أعطونا.